لو الحكاية فيها إن فيدي العقيد يعني هو ده رئيس قسم الملكيات الفكرية بالإدارة العامة لمراحل التمويل. أنت العقيد حضرتك يعني رئيس إدارة التمويل متواجد معاك وشغل الصفات، إيه سبب تواجدك؟ إحنا بنتواجد من الصبح ما بنمشيش إلا الليل في حملات مستديمة في الشوارع، ونيجي بس وقت الأذان بحيث إن إحنا نقدر نفطر ونكمل شغلنا تاني في الشارع. إحساس معاك إيه وأنت بتفطر في معاملك وسايب ولادك يعني تروح تفطر؟ ده واجبنا، واجب وطني لازم نأديه، ده واجبنا يعني ده احنا متعودين بيه ومصر متعودين. بقالك كام سنة بتفطر في مكسب وخلصت؟ هي بتعدي علينا مش بصفة يومية، إنما ممكن يوم أو يوم لأ تواجد بتلف على الظباط كلها يعني. تفضل محمد هاي. ست المقدم نفسي في إدارة التموين. إدارة التموين قسم الأعمال البترولية. وحضرتك قسم إيه؟ أنا رئيس قسم الملكية الفكرية والعلامات الفكرية والنماذج الصناعية وبث الفضاء. أوكي. طيب محمد سعيد. أستاذ طارق بقالك قد إيه في الكتاب المحلي؟ 14 سنة. 14 سنة في نفسك بحضرتك؟ يعني إزاي كده؟ أنا مع بعضينا. إحساسك إيه إن أنت أخوية كده ومحبة طب ليه جاتيه ستة الخطوة؟ إحساس البيت عندك بيقولولك إيه؟ والله هم مقتنعين يعني كده؟ هم مقتنعين طبعاً من أول ما اشتغلنا ومن أول ما ارتبطنا إن دي رسالة يعني فالحمد لله مقتنعين بيها والحمد لله رب العالمين. خلاص يعني هم يعني طبعاً بتحس إن أنت بتقدم رسالة. احنا متواجدين هنا بالتناوب على مدار 24 ساعة للشكاوي من قطاعات الوزارة المختلفة، سواء قطاع الأمن الاقتصادي أو أي قطاع من قطاعات الوزارة، من الوزارات المتعاونة معانا زي قطاع حماية المستهلك، وزارة التموين، وزارة البترول. الشغل على مدار 24 ساعة مش مقتصر على المكتب بس، وعلى انطلاق البلاغات برضه بنبقى حملات في الشارع بنشوف يعني، لأن طبعا في ناس بتستنى اللحظة اللي الناس هتهدى فيها، او لحظه بطال او لحظه سقوط او كلام من ده، واللي عايز يرتكب حاجه بيرتكبها. فاحنا بنكون متواجدين في الاوقات اللي هي اللي الناس فيها يعني متخيله ان الشرطه نايمه فيها او مش متواجده فيها، بنكون احنا متواجدين فيها. بتكون على ابواب الاستعداد برضه يعني، بتكون على ابواب الاستعداد. احنا متواجدين هنا في قمه العمليات، في ناس في الشارع دلوقتي، في ناس زملاء لينا وفي هنا قوه صوبه موجوده لاي بلاغات بتنزل تفحص البلاغ مباشره.